كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية وجبهة هوائية باردة ستعبر خلال الأيام القليلة القادمة واشتداد على الأحوال الجوية غير مستقرة. التفاصيل بعد قليل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجواء غير مستقرة مستمرة بالتأثير في أغلب مناطق المملكة لنهار اليوم، لكن يتوقع اعتبارا من يوم السبت أن تشتد هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة خاصة في المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة كنتيجة لبدء عبور لجبهة هوائية باردة ذات فعالية عالية. استعرض تفاصيلها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم. يوم الجمعة استمرت الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وهطل الزخات من الأمطار، كما شهدت دول الخليج العربي أيضا اشتداد في حالة عدم الاستقرار الجوي على كل من دولة الإمارات وعمان بشكل محدد كنتيجة لاقتراب لمنخفض جوي علبي في طبقات الجو العالية في هذه المناطق. لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة كنتيجة لاقتراب لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية وجبهة هوائية باردة عالية الفعالية ستشتد تأثيراتها خاصة يوم الأحد على المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة، تشملكم من الدمام، الرياض وحفر الباطن. هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة ستستمر خلال ليلة الأحد على الاثنين، أمطار غزيرة متوقعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، ستعمل على حدوث السيول، ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأيضا جريان الأودية والشعاب خلال فترة تأثير أو فترة عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة خلال هذه الفترة. خلال ليل الاثنين على أو ليل الأحد على الاثنين تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة جنوبا لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء وأيضا أجزاء من جنوب منطقة الرياض. نعود الآن للرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أحوال جوية غير مستقرة، احتمال زخات من الأمطار، 13 درجة مئوية كحرارة عظمى أو كحرارة دنيا عفوا ومقاسة، أما الملموسة 12، الرطوبة مرتفعة كنتيجة لهطول زخات الأمطار والرياح تكون نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض، توقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، أحوال جوية غير مستقرة يوم السبت، زخات من الأمطار 22 إلى 15 درجة مئوية، يوم الأحد ترتفع درجة الحرارة تسجل 27 إلى 15 درجة مئوية، ويميل الطقس للاستقرار تدريجيا يوم الاثنين مع عبور جبهة الهوائية الباردة والكتلة الهوائية الباردة خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة. لاحظوا الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، 19 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت، نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، زخات من الأمطار في تبوك 20 إلى 9 درجات مئوية، سكاكا 19 إلى 10 وعرار 15 إلى 6، مع أحوال جوية غير مستقرة. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 24 إلى 13، فرصة لزخات من الأمطار في مدينة جدة 26 إلى 19، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 19، والطائف 19 إلى 14 درجة مئوية مع زخات رعدية من الأمطار. أيضا زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 14 إلى 10، أما أبها 17 إلى 11، وجازان 30 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في كل من الدمام والإحساء، أما حفر الباطن زخات من الأمطار مع 18 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أحوال جوية غير مستقرة في كل من الرياض وبريدة، الرياض تسجل 22 إلى 15، بريدة 20 إلى 13، وطقس غائم جزئيا في حائل مع 21 إلى 19 درجة مئوية. إلى اللقاء.